كما وجه رئيس الجمهورية شكره إلى نظيره الروسي إثر قبول طلب إمكانية توسط الجزائر في الأزمة القائمة بين البلدين الصديقين. شاكر لفخامة الرئيس صدره الرحب وسعة الصدر على قبوله إمكانية توسط بين صديق دولة صديقة روسيا الفيدرالية وأوكرانيا فيما يخص النزاع القائم حاليا. شاكر له هذه الثقة وستكون في محلها إن شاء الله. وفي الأخير أود أن أحيي التزام فخامة الرئيس فلاديمير بوتين بالعمل على تنشيط علاقاتنا الثنائية ومشاوراتنا السياسية، وعلى الأهمية التي يوليها شخصيا لتعزيز شراكتنا في كافة الميادين.